خلي اشرح لك فد نقطه طبعا. يعني خاصه لكم. ياسر عرفات الله يرحمه اشار في يوم والموجود عندي يعني بالتليفون الى هو من حديثه بشكل شخصي، اكو عمله نقديه اسمها ايجور، عمله نقديه اسرائيليه. نعم. 10 ايجور اللي هي عمله حديديه. يعني بدي احكي لك بالنص الى انه اذا تقلبين هاي القطعه النقديه من الخلف تلقين الشمعدان الاسرائيلي، يتوسط المنطقة اللي هي حدود إسرائيل اللي هي طموحات إسرائيل. خلي أحسب لك إياها، كل بيروت وكل الأردن وثلثين سوريا وثلاث أرباع العراق. نعم. وربع من سعودية. نعم. هذا الطموح الإسرائيلي، هذه طابعته على صح. العملة النقدية اللي هي إيغور، 10 إيغور يعني 10 بالعملة النقدية الإسرائيلية واللي الآن موجودة يعني يتعامل بها الإسرائيليين. إذن هذه الفكرة هي مو جديدة. نعم. يعني هذا الطموح، ولهذا تشوفين إسرائيل الآن تريد أن تصعد الحرب. شوفي هي عملت على أن تدخل أو تخترق موضوع الحرب بسحب الأساطيل من أوروبا، وكان هنالك أكثر من 12 دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني. نعم. والآن بوارجها وقطعاتها العسكرية الحربية موجودة بالبحر الأبيض المتوسط، زائدا الأب الروحي. شوفي نتكلم على أهم نقطة، الأب الروحي للابن المدلل إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، نقطة راس سطر، هذه ما تقبل غلط. مقاومة ضربت الكيان الصهيوني منذ غزة ولحد الآن أكثر من 352 صاروخ، وهذه الصواريخ إن كانت يعني إن كانت تقع على بيت فهنالك هي أكثر من 352 بيت. طبعا يعني هذا الإعلام الإسرائيلي بدأ يعمل بشكل كفؤ جدا، ولهذا أنا أخبرتك بالبداية أنه يحاول أن يزج المنطقة كلها بهذه المعركة، والدليل إلى أنه يحاول الآن تصفية تحولت من الجانب الفلسطيني إلى لبنان، وأعتقد يعني مسير التخطيط الإسرائيلي سيستمر إلى أن ينهي هذا الموضوع.